قبل 6 سنوات خلت، وفي مثل هذا اليوم المشؤوم تعرض أحد المكونات الدينية والقومية لشعبنا العراقي لهجمة شرسة لا نظير لها في العصر الحديث. في هذا اليوم وباسم الدين والدين منهم براء، تعرض الأيزيديون لحملة قتل وإبادة جماعية من قبل منظمة داعش الإجرامية، وذلك لغرض طمس هويتهم الدينية والوطنية في مناطق سكناهم عن طريق حملة غزو همجية أسفرت عن مقتل رجالهم وسبي نسائهم واستباحة دمائهم وممتلكاتهم. لكن بعزيمة وحكمة العراقيين بكردهم وعربهم والمكونات الأخرى تم التصدي لتلك الحملة المشؤومة التي أسفرت عن دمار وفاجعة روحية ومادية للأيزيديين، وذلك بفضل الصمود والمجابهة بوجه تلك الجريمة النكراء ومآسيها الإنسانية. وعلى الرغم من ذلك بقى الأيزيديون أحياء وماضين في السير على درب الحضارة القديمة والعريقة لبلاد ما بين النهرين. وهكذا أصبحت القصة المأساوية للأيزيديين مألوفة للكثير من الناس. حاول الكل لملمة جراحهم والتخفيف عن معاناتهم، وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح الذي يعد من الشخصيات البارزة في التبني المستمر لقضيتهم العادلة، محاولا إيصال مآسيهم وأصواتهم للمحافل الدولية. أما على الصعيد الداخلي قام الرئيس العراقي بجهود جهيدة ومضنية للتخفيف عن معاناتهم ومشاكلهم، ومن ثم معالجتها في أطرها القانونية والدستورية. في ذكرى تلك الفاجعة الإنسانية الأليمة وجه رئيس الجمهورية في خطاب مصور رسالة محورية في عدة نقاط جوهرية جسدت رؤيته للقضية التي دأب عليها كثيرا ولا زالت في طور التنفيذ والاستدامة. وجاءت في كلمة سيادته نقاط جوهرية مهمة تمثلت: أولا، تأكيد رئيس الجمهورية على أن التاريخ سيسجل ويتذكر بأهمية كبرى أمجادهم وصمودهم وتضحياتهم البطولية رغم قسوة الجريمة المرتكبة بحق الأيزيديين. ثانيا، عبر رئيس الجمهورية عن امتنانه وتقديره لنضال وكفاح القوات العراقية عامة والبشمركة خاصة في مجابهة الإرهابيين، كإشارة ودلالة بارزة على أهمية وحدة الصف والتراصف والتكاتف في معالجة كافة المشاكل والتحديات الراهنة. كما عبر فخامته أيضا عن امتنانه الكامل لكافة القوى الدولية والإقليمية وكذلك دول الجوار لتقديمهم يد العون والمساعدة للعراق، مشددا على أن العراق بدوره حارب نيابة عن العالم كله ووقف بوجه الإرهاب والإرهابيين. ثالثا، شدد رئيس الجمهورية على أهمية استئصال ظاهرة التهجير القسري وإعادة تنظيم الهيئة الإدارية لمدينة سنجار وتوفير الأمن والأمان الكامل للمواطنين من أجل العودة لديارهم، وكذلك أهمية التعجيل في معالجة العوائق السياسية والإدارية للمدينة. رابعا، أكد السيد رئيس الجمهورية على ضرورة أن تقوم القوى السياسية بتفضيل مصلحة مواطني المدينة على مصالح مصالحهم الضيقة الخاصة، وأن يتكاتفوا من أجل خدمة الأيزيديين وبقية المواطنين الذين تعرضوا من قبل داعش لأبشع أنواع المعاناة والمآسي. خامسا، أشار رئيس الجمهورية بأهمية بالغة في قيام المجتمع الدولي بمسؤولياتها في مساعدة ضحايا الإرهاب بغرض التقليل من معاناتهم، مشددا على ضرورة المساعي الدولية المبذولة للتقصي والتحقيق في جرائم داعش في العراق، وكذلك تجميع وجلب مرتكبي تلك الجريمة البشعة ممن قبض عليهم داخل العراق وخارجه وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم. سادسا، رئيس الجمهورية أكد على محاسبة مرتكبي جرائم داعش فردا فردا من المسببين والمتقاعسين الذين تسببوا في احتلال المدينة وقراها لكي يكونوا عبرة وعدم تكرار تلك الأحداث في المستقبل. سابعا، التأكيد على التعاون والعمل المشترك مع كل المنظمات في العالم الإسلامي بغرض استئصال عوامل ودوافع التطرف. هذا وتجدر الإشارة هنا إلى ضرورة وأهمية المشروع المقدم من قبل رئاسة الجمهورية بخصوص حماية النساء الأيزيديات كواحدة من المشاريع المهمة المقدمة من قبل فخامة رئيس الجمهورية برهم صالح، والتي أشار بشكل جلي
لتأسيس مديرية عامة مختصة بشؤون النساء الأيزيديات اللواتي تم تحريرهن من قبضة داعش، على أن ترتبط مباشرة بأمانة مجلس الوزراء، وأن يكون مقرها في مدينة الموصل، وأن يكون دورها ووظيفتها هو إعداد وتجميع المعلومات بخصوص النساء الأيزيديات اللواتي تم تحريرهن من قبضة داعش، على أن تقدم لهن الرعاية والحماية والمساعدة وتوفير فرص العمل والسكن المناسب لإعادة إسكانهن مجددا، وأيضا توفير التعليم لأطفالهن وفتح مراكز صحية خاصة بمعالجة المرضى وإعادة تأهيلهن نفسيا واجتماعيا ومهنيا. وتضمن مشروع القانون المذكور أيضا أن تقوم المديرية العامة المذكورة سلفا بتأمين راتب شهري لهن شبيه براتب تقاعدي، وأن يتم منحهن قطعة أرض سكنية دون مقابل. جسد المشروع نجاحا أخلاقيا لرئيس الجمهورية نظرا لاستجابته لمعاناة مكون مجتمعي الأيزيديون عامة والأيزيديات خاصة الأكثر تعرضا للظلم والقهر والاستبداد. عوضا عن ذلك، جسد المشروع علامة بارزة نموذجية للوفاء والإخلاص السياسي والوطني تجاه الأيزيديات اللواتي أصبحن ضحايا لمجموعة داعش الإرهابية وسبايا حرب وجاريات، وتم بيعهن في أسواق النخاسة، وتعرضن لأضرار شتى في شخصيتهن ومكانتهن الاجتماعية، وهذا ما وجب الاستجابة لمطالبهم واحتياجاتهم أكثر من أي فئة اجتماعية أخرى، وتعويضهن ماديا ومعنويا، عسى ولعل أن يخفف عنهم جزءا صغيرا من معاناتهن وآلامهن.